سلام البنات، اليوم جبت لكم هذه طلبيات على وحدة عروسة خدمتها لها وكملتها. اليوم جبت لكم تشوفوها، إذا عجبتكم نحط لكم الموديل وطريقة العمل. طبعا هذه خيرت حل من الموديل كما راكم تشوفوا حتى تلايقت على الخزانة. هامليك هي خيرت هذا الموديل، طبعا كل واحد والقو تاعو، هي خيرت هذا الموديل وحبت تاني نخدم لها لدرجه كما راكم تشوفوا درتهم لها بالجول وهي عطتني الفكره وانا كملت خدمت كما راكم تشوفوا. هامليك في الصور موضحين امامكم لدرجه دارت 200 حبه لانه مدت حتى للرجال كما راكم تشوفوا هكذا. والدغا بالنسبه للدغا اللي راكم تشوفوا فيه اختارت هي هذا اللون، هاوليك امامكم البياسة وكما لي نابخون هادو اللي شفتوهم. اذا عجبكم حطوا لي في التعليقات ونحط لكم مزيد ان شاء الله من لي موديل مع لي باترون تاعهم، حتى هادو وعلاش لا لا حتى بطريقة العمل ان شاء الله. كاين جديد البنات، انتظروني. إلى اللقاء في فيديوهات أخرى إن شاء الله البنات، ربي يزين كل سعد كل وحدة إن شاء الله، ربي يفتح عليكم بولاد الحلال يا رب، وتخدموا كيما راني نخدم أنا. اللي عندها صنعة في دارها تخدم من نفسها علاش لا لا، كيما راكم تشوفوا هاوليك هاملك هادو تلايقت أيضا تاني كمونداتهم عليا كيما راكم تشوفوا هايليك سهلة مهلة. بياسة صغيرة لكن صح يعني واعرة شوية تعيي، من نتيجة تاعها أكيد راح تكون جدا رائعة. هذه هي البنات، نلتقي إن شاء الله في فيديوهات أخرى.